عيا حافظ يمه عيا حافظ يمه مقلب ولي ما يا حافظ يمه مقلب ولي ما يا حافظ يمه صارت جريمه يا معدل يمه صارت جريمه يا معدل يمه جيب ضيفك يا حافظ رايد تعزمه تجريب ودجاج طبخيتك تسمع جيب ضيفك يا حافظ رايد تعزمه تجريب ودجاج طبخيتك تسمع ضيفك مقلب سوينا ومحتاج الرش وحجينا ضيفك مقلب سوينا ومحتاج الرش وحجينا وخلي الحراس تشينا وخلي الحراس تشينا قل الشاق قل الشاق قل الشاق يا بعد ما قل الشاق المقلب هذا يا بعد ما مقلب وليمة يا حافظ يمه مقلب وليمة يا حافظ يمه صارت جريمة يا معدل يمه صارت جريمة يا معدل يمه من مال الحرام رشوة جابها وعلى ميزان طعام الهبة خلاها من مال الحرام رشوة جابها وعلى ميزان طعام الهبة خلاها ومن طجت فر الهبة صارت لمصيبة ومن طجت فر الهبة ضيف صارت لمصيبة الكينا انحط بريبة الكينا انحط بريبة قل الشاقة قل الشاقة قل الشاقة يا بعد ما مقلب هذا يا بعد ما يما جربي جاي 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 أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورمضان كريم عليكم إن شاء الله يتقبل طاعاتكم وصيامكم. اليوم احنا ضيف حلقتنا لهذا اليوم فنانة أم بيت معدلة مرتبة يعني وحتى ملابس رجلها الفنان الرائع الجميل مازن محمد مصطفى ملابسه كلها تكويهن. يعني اليوم احنا ضيف حلقتنا هو أسيل عادل. أم حسام الله يساعدك ويانا ببرنامج مقلب وليمة. احترقت بويا هلا وسهلا مرحبا مدام شلونك عيني شلون صحتك حياكم الله شلونكم عيني شلون احوالكم الله يسلمك الله يسلمك يعزك الله شلون صحتكم تفضل شلونكم عيني شلون احوالكم الله يسلمك شلونك حبيبي شنو السالفه ولا تعرف يعني الطريق ازدحامات وازدحامات طبعا صديقي ابو استاذ الله بالخير حبيبي تعرف احنا شويه الازدحام شويه يولد عندنا وايد وارض البالي قلت شنو السالفه انا حتى الوليد الله يخليك يا حبيبي الله يسلمك يا حبيبي اليوم شويه الحمد لله الحمد لله طبعا يعني زميلتنا وعزيزتنا العادي يعني اللي مثلها شخصيه ورده البارحه يمكن حكينا انا وياك بالموضوع والمدام البارحه يعني احنا صرينا قلنا الا تجي والله كلش حبيت اشوفك حبيبتي في دوال قلبك انت وجه معروف وكل طبعا مو بس انا كل الناس تحبك اكيد حبيبتي حبيبتي العفو حبيبي فد 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 شويه بعدين بس جيب لنا عصاير هسه لا تخلى حد يجي الله يخليك ابن الشاشه حبيبي هلا هلا وعيني يعني البارحة كنا بطاري كان قلت لك يعني بالموضوع احنا تعرف عندنا ارتباط شغل انا والست اسيل ان شاء الله راح نصوره بجورجيا عمل عمل ان شاء الله ان شاء الله بجورجيا ان شاء الله يا رب والله فوقنا ان شاء الله القاهرة استاذ مرحبتين هلا هلا عمو هلا حبيب هلا علي ايه تفضل تفضل عمو يلا تفضل يلا ممكن ساعة خلي جمهورنا ذولا
شكرا عليك. هلا اخوي ما حسيت بيها. ان شاء الله خير هذا العمل. والله يعني هم طلبونا اني والستسير على اعتبار يعني بس بعد لا بعد لا في شغله انتاج شيء احنا موجودين على راسي تسم ما تقصر والله ما تقصر يعني. المهم يعني هو الواحد لازم يشتغل كل شيء بالحياة حتى يقدر ما يبقى على شغل واحد. اي شغل واحد ما ياكل خبز. هو مدينة يراد لها عمل كل مكان يشتغل البشر. احنا شغلنا من ينتهي يعني مود نروح لسفرة القاهرة وناخذ ستوردة ويانا. والله هي بعد هي ذاعت ارتباط عت الشغل هي بعد ما اليوم اجتمعنا على مود موضوع الفلوس. الفلوس احنا خلاص وعدنا على قلبي. هاي فلوسك ابو هذا الاربعة. أربع دفاتر؟ إن شاء الله بعد اثنين. إن شاء الله. ماشي يعني؟ بس خلي شيكهن أستاذ. شوف آه كلكم ثقة الحمد لله. لا واحد دي. تعبك تعبك. كلكم ثقة. ما شلون الحلوة؟ يشمهن يتأكد يتأكد. الله العافية. إن شاء الله يوم ليلتش إن شاء الله. يوم ليلتش. كل شيء. الله يعافيك. يوم ليلتش إن شاء الله حسام. على الصفة الثانية إن شاء الله أستاذ حافظ سيارة ماكو فلوس. تسلمين إن شاء الله يا رب يوفقنا إن شاء الله. يعني أنا بس أنا أشوف يمكن اتصال جاني. العفو آسف أنا. خذ راحتك خذ راحتك. أبو الشركة ده يتصل بيه ممكن يعني. هذا الجواز الشرطة وكملت إياه جاهز إن شاء الله. هاي على بيروت. ما بيروت راح. شكرا على الله شكرا. أنا أشكرك ممنون جدا. هذا اللي مصرف هناك ممنون شكرا لك شكرا حبيبي قلبي. شكرا أنا المصرف. انتظرك يلا لا تتأخر عيني. لا لا يا أبو شنو قابل قاعدة الشارع وين قاعدة ويا ناس غربة أنا موجودة يا عينك والله أخ عزيز. شلون الست؟ طبعا احنا ما حكينا بطاريج عرفتي فأصرينا عليه إنه تجينا أنت وياه على مود إنه تشتغلين ويانا. إن شاء الله. حافظ راح. إيه. أنتوا فنانين إن شاء الله زملاء وما فرق إذا أنتوا حافظ. يقول بيروت بيروت يا ابو شركه يا جورجيا خطير السوله ام حسام وارد ازقيتها من دمع العيون سهرت بالحسن شفنا للعيون وارد وقعت من البدايه قال لي لا تتاخر وان شاء الله بالتوفيق تقول لي على اربع دفاتر يوم الليلتش بس هي وقعت بيه وقعت لو ما وقعت حاجون وقعت لو ما وقعت لو ما روح لها بعد اخوك روح لها روح لها بعد بيتي يعني فاحنا نحب نغير زادت فلوسها زادت عرفتي شلون؟ شنو رايك تحكي؟ والله فاجئتوني لا بس يعني انا ما كنت اتوقع هذا الموضوع يعني شغله جت بيدك لا ترى هي موضوع ما. كلش بسيط وعادي وشنو قابل هو حافظ العيب احسن مني شو الحكي بيناتنا ياخذ لك هما فلوس اشو انت فنانه ومعروفه ووجه معروف ان شاء الله تقبل يا سلم علي جاي بالطريق اهلا ان شاء الله تبي الشركه جاي بالطريق ان شاء الله يقول انا شباب اعذروني شويه تاخرت عليكم شوي لا اقول لك حافظ يعني ما احترامي للاخوان شنو شغلتهم شنو؟ تجارة عامة شنو شغلتهم بس؟ يعني هو رجال صاحب شركة يعني انت خلي شغلتك انت هسه ماخذ هاي الفلوس مقابل شنو؟ بطل المدام احنا بقى. يعني رحت بش اسمه مناقصة ودخلت بها انا اشتغل بالشركة مو مناقصة هو ده يقول غير موضوع مو مناقصة احنا هي مناقصات ومزايدات وشغلات اذا توقف يوم مدير عام استاذ حافظ البركة دي مش انها بفلوسنا يعني تشتغل بهدول بشركة؟ عادي ترى هي شركة معروف بها شنو شكو بها؟ حافظ هاي انتهيجي؟ لا هو مو يعني صدمتوني ترى هي شركة ترى شركة معروفة مو تقولين شركة عادية لا شركة عيب شنو الغلط اللي بيها لا احنا فنانين احنا شغلنا غير شغل ادري فنانة يعني هذا مو شغل بس انت صار لك ايش قد تمثلين محصلة هيك فلوس؟ هي حبيبتي هيك فلوس؟ حبيبتي الفلوس تجيك من مصدر موثوق منه من مصدر امين من مصدر موثوق منه بس على شنو تجيك؟ على بايقين الفلوس ما ادريني لا بس الطريقة يعني الطريقة غلط لا شو يصير لا مع الاسف حافظ معقولة؟ لا يعني ما بايق انا اسير في دور ما بايق ترى هذا حتى قاعد اسيلك هي هي ترى حتى قاعده اسئلك يعني شنو قاعده اسئله اقول لك شنو مو حكيتي على حافظ هسه حكيتي على هسه رادوا يكملوا ويريدون ياخذون اقول لك انت اقش بيك تفيكين انت وقاعده بسم الله الرحمن الرحيم لا تفيكين انت فايحين انت لا تاخذين بالصياح انت مو وجه نعمه اصلا فنانه وفنانه امشي حبيبي امشي 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 مو وجه نعمه هاي جايبها وياك صدق كذي منين جايبهم قالي ما تقول منين جايبهم امشي حافظ بخر الخاطر الله جايبني ذولي منو ذولي؟ من العالم من المطعم احنا شبيك يا بقى انا ما اشتغل سمسره هاي هالشنو هاي من العالم اسير شبيك تي
شلون تشتغل هيك شغله حافظ؟ انا ادري فيك انت شريف وابن وادم يعني معقوله قلنا العالم ايش بيك انت اسير؟ ايش خليت الباقي؟ العالم ايش بيك انت اسير؟ لا عفيه لعد انا جاي وياكم امي ايش مدريني؟ ايش مدريني انت وين راح توديني؟ انا رجال ابو شركه جاينا من هناك قال عندكم تصوير بجورجيا. لا حافظ بس هذا الرجال صار ثلاث اشهر اشتغل وياهم انا يعني ثلاث اشهر هيك قد مبلغ يعطون مقابل شنو؟ لا طبيت عليهم انا مجرد قالوا لي سهل الامر على تندر على هسه حكوا عليه قالوا لي ما نريد نكنسله معود ابو الشركه وصل في دور ما اشتغل وياك يا شركه دور. بس قعدي في دور حرام هذا حرام العالم اسير ايش بك حافظ انا حرام اسير لا شنو هذا شو تسمي العالم ايش بك انت فنان انت شو صوتك خلنا نشوف هذا بوصل بس خلنا نجيبه واجيبه يلا بدي اروح قل الشاقه يا بعد ما الو شبك مو حبيبتي ايش بيك ضايجه وايدك على الخد ايش لما اضوج كل صديقاتي عندهم منظفات تلفتون من معمل الحوره بس اني سهلة وروح وسهلة راح اجيب لك زاهي الفتون وديتول الفتون او عطر الفتون ولا تنسى عباية الفتون وقاصر الفتون وجل الفتون بعدية الفتون بس لا تنهوصين هاي انواع الفتون لا تنهوص بعد اليوم اشكرك حبيبي هو هذا الانتاج الصحيح للعائله العراقيه بعدين الفتون قل الشاقة يا بعد ما نقلب هذا يا بعد ما أسير مرح روح لها وروح لها واخذيك عليه وروح لك عليه روح روح بعد أخوك دير بالكم من أتي ترى تخاف من الكلب هي خطية عليكم السلام ورحمة الله أهلا أين شلون الصحة أهلا وسهلا ممكن سؤال بلا زحمة نعم هذه الجنطة عليك لا ما لساف حافظ كان قاعد هنا ممكن تفتحيها بلا زحمة منو أنتم احنا نعم يعني دعم زين يعني مو مالتي شلون افتحها خلي يجي انتظروه وين هو هسه يجي يعني وين هسه يجي ما اعرف طلع طيب ممكن نفتحها بلا زحمه عليك راح تطاني مالي لا هذا فلوس استغفر الله تقولي شو الموضوع؟ لحظة ست هسه راح تعرفين شوف يا عاد مزور ست هاي الفلوس مزور النوم نعم وأنا شو اللي دخل؟ الفلوس يمك الفلوس يمي مال اتصال حافظ يجي وسأله أنا شو اللي دخل؟ وين راح حافظ؟ أنا جاية مجرد ضيفة وياه وين راح؟ ما أعرف روح ودور عليه هسه كان هنا قال بس دي خابرني صديقي شوف لي عيني بلا زحمة شو اللي دخل انا ست هذه الفلوس مزورة شو اللي دخل انا شو علي يعني مو شو اللي دخل ولا شو علي انا لقيت يمك هسه يعني شنو الموضوع يعني فهمني يعني اني مالاتي دزوك تدور على حافظ على حافظ لقيته لا انت ما شفت حافظ انت ما شفته كلهم رحت ولقيته باح باح بالمصطاح او باح حفظي او باح يعني هسه هي مصدقة لو ما مصدقة استوت كلش بالاخير يعني هاي السؤال الحين شو السؤال بعد وراها جرعة تقول لي تشتغل بالحرام تقول لي ذول حجوا عليك يلا كنا على الدرب ما لقيته اي والله حميت عيني عليك اسيل شو السؤال السؤال توقعت بالخطة
خلي عيني شبعين الله. روح لاخوي روح. يعني شو علي يعني هاي شلون مصيبه؟ وين كانت لي؟ فلوس مزوره شنو؟ يابا انا شو اللي دخل؟ خابري خابري بس لا تصيحين صدق اعصابك. استغفر الله واتوب. وجه من مصبحة بس ارد اعرف. فلوس مزوره لقيناها هنا بعد. اي مو انا عندي مطبعه. شو معقفني يعني؟ حتى ما لازم الجنطة هم زين، خاف تقول بصمات ما بصمات. ما مو قضية بصمات، بس هي الجنطة يمك على الطاولة مالتك. هسه يجي استاذ حافظ؟ اي. الو؟ الو؟ شنو السالفة؟ يا معود جاوب. شنو السالفة؟ لا اله الا الله. يعني بس خل يجي حتى انتوا تصدقون. ست تفضل وياي بلا زحمه. وين تفضل وياك؟ عيني شنو هي؟ فالتون كل من إله ما يخالف. لا غير افتهم هنا غرفه المدير ماكو اي شيء. فنانه معروفه ولك صيد يعني هيك تعاملون الفنانين؟ ما مسوين شيء غلط احنا هسه احنا بكل ادب. شنو امشي وياي؟ هذا الحكي تحكي وياي اني؟ اقول ستي بس لا استاذ حافظ موجود وانت ادعيتي انه الجنطه مالته. خله خابر تفضل وياي بلا زحمه. خله خابره اخر مره. خابري تعرفين ان انا ما اتعامل مطعم عام يعني ما نريد احنا ضغط. انا ما اريد اي صوت واي كلام يعني بلا زحمه عليك. مجرد استفسار من غرفه المدير وكل من يروح له. ليش ما دا يجاوب؟ عجيب. ما دا يجاوب؟ ليش ما دا يجاوب؟ تفضلوا يا ست بلا زحمه. يابا هسه يجي. تفضلي يا اختي العزيزه. لا اله الا الله. وين راح اروح؟ تفضلي. وين راح اروح؟ وين تودوني؟ غرفة المدير. يلا مش خايفة انا. يلا انا اشيلها لو ايش اشيلها مالتي هي؟ ايش علي يبي؟ مو لقيتها يمك. ما لي علاقة ما اشيلها. قل الشاقة قل الشاقة قل الشاقة يا بعد امه مقلب هذا يا بعد امه. يما جربي جاي 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 معمل الحوراء لصناعة المنظفات والمعقمات، مواد تنظيف وتعقيم بمواصفات حديثة، خطوط إنتاجية حديثة لإنتاج أفضل وجودة عالية. منتجاتنا حديثة وبمقاييس عالمية. نحن نقدم الأفضل والأحدث. معمل الحوراء لصناعة المنظفات والمعقمات، العراق، بغداد. قل الشاقة يا بعد امه مقلب هذا يا بعد امه. اسيل الفلوس رحت للمطعم ما لقيت. شلون تولع الفلوس وينها؟ ولك جوي علي اثنين وش وياهم كلب يقولوا لي الفلوس مدوره وجوي احسن بالله. اسيل اسيل خلي ولا مذني. اسيل خلي ولا شنو فلوس مزوره؟ شنو شو اسمه؟ خاف اخذتين اسيل. انا راح اروح المازن اقول له اسيل اخذت فلوسي وراحت اربع دفاتر ذني لا فلوس ولا فلوس. والله مزوره. شنو مزوره؟ شنو وين هذا الحكي؟ انا رايح هسه المازن ورحت للمكان ما لقيتك وعيب. اسيل احنا اخوه واصدقاء. ايش تسوي لي؟ تاخذين فلوسي اسيل؟ تاخذين فلوسي؟ انا تعال انت وين ماخذتن وقلبه بالفلوس؟ انا بسيطه انا رايح لبيتكم. انا رايح المازن راح اقول للمازن.
لا لا حشاش حشاش الفلوس وين لعد؟ وين الفلوس؟ وين فلوسي؟ وين الفلوس؟ وين الفلوس؟ انا رايح المازن. يابا يا مازن اقول لك تعالي هنا، تعالي هنا حب سؤالي بالغرفه. راح يبلغون يجوز الشرطه يا انت، تعال شوف القضيه شنو. بسرعه شعلي هوني ورطتني. على كذا لا تصيحين، وقف وقف على كذا لا تصيحين لا تصيحين لا تصيحين لا تصيحين خلها شوي خلها فارش خلها فارش بس بس قول هاي الفلوس مال حافظ انت ما تعرف بس لا تصيحين شو بدي اقول لك حافظ صديقي دمو اخوي هو انت بس لكم هو مالكم 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 هو هذا مقلب وليمة. مقلب وليمة. لا سير. لا 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 لا. لا 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 ليش؟ وانا تقبيش والله. لا ليش تصور؟ لا هاني ممكن تضحك الكاميرا قضية بعدها. والله ودعتك انت صدقتي بس انت طيب واستغليت طيبتك. لا مو هيك مو هيك. لا عبد لا شوفي اسوي. لا 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 انت شوفي اليوم اليوم احنا. اقول لك اسوي انت شفتي لل اقول لك انا هم تعرف اعطتنا وايد صغير نعرضها نعرضها حلقه اي عرضوها 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 والله حلوه اي كرهتيني لا بس يعني اني خفت مو تدري بي انا لا اسوله اسوله احنا واني ما اشك فيك انت نزيه يعني ما عندك هاي السوالف احنا الفنان الفنان العراقي هو نزيه الفنان العراقي طيب الفنان العراقي يركض على رايه انه يقول للجويدات مو واحنا نقدم شيء جميل اليوم احنا كل اللي يريد نقدمه نقول اكو رساله واضحه يمكن انت عرفتيها هسه من خلال كل اللي صار احنا لا نرغب ولا نريد ان يكون هناك فساد في بلدنا العزيز الله يبعدنا الله يبعدنا مثل هذا النموذج وفي هذا النموذج وهاي النموذج يعني وضع البلد هو واصل لهنا يعني فشفت يعني اكدت انه هذا واحد من عندهم يعني واحد من النصابين قصدك اي مع احترامي لك قال جواز وقال لي كذب هو هو باب الشرج ما وصل بس والله العظيم ردت يعني اقطع علاقتي بك نهائيا يعني بعد لا اعرفك ولا تعرفني لا. لان شفتك انت اللي انا يعني دائما اعرفك انت شريف وابن واد ونزيه تقوم تاخذ هيك وقف وقف قوم قوم هاي الشده وقول المحافظ قوم حسومي طبعا ام حسام اخت عزيزه وفنانه كبيره ومحترمه والله يحفظ كل فناناتنا وكل الفنانين وكل اللي عاملين بالوسط الفني والف تحيه الى اخواننا المقاتلين وايضا الى ابطال الحشد الشعبي والى كل الشرفاء اللي قاتلون من اجل عراقنا ومن اجل ازاحه كل الهموم وكل الاوجاع وكل الفاسدين في بلدنا العزيز العراق ان شاء الله وانا اكرر اسفي ومحبتي اليك وغايتنا هو سعادة الناس غايتنا سعادة الناس يا أسولة إن شاء الله إذن أعزائي المشاهدين رمضان كريم عليكم إن شاء الله ويتقبل طاعاتكم وصيامكم إن شاء الله وكل عام وانتم بألف خير إذن نلتقيكم غدا ومقلب آخر من مقالب الوليمة هي وليمة ماكو تعرفين ليش إحنا نقول مقلب وليمة حتى الغدا متغدوني إذن نقول لكم في أمان الله ومقلب وليمة مقلب وليمة في أمان الله يما 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 يما
يمه هيا كلي بعد بيتي هيا هيا يمه هيا حافظ يمه هيا حافظ يمه مقلب ولي ما يا حافظ يمه مقلب ولي ما يا حافظ يمه صارت جريمه يا معدل يمه صارت جريمه يا معدل يمه جيب ضيفك يا حافظ رايد تعزمه تجريب ودجاج طبخيتك تسمع جيب ضيفك يا حافظ رايد تعزمه تجريب ودجاج طبخيتك تسمع ضيفك مقلب سويله ومعتاد الرش وحجيله ضيفك مقلب سويله ومعتاد الرش وحجيله وخلي الحراس تشيله وخلي الحراس تشيله قل الشاق قل الشاق قل الشاق يا بعد ما قل الشاق المقلب هذا يا بعد ما مقلب مقلب ودي كل مغودي امون عليك امون عليك هاي اللي بيعنا يا امون هاي القوة هاي حافظ يمه هاي حافظ يمه مقلب وليمة يا حافظ يمه مقلب وليمة يا حافظ يمه صارت جريمة يا معدل يمه صارت جريمة يا معدل يمه من مال الحرام الرشوة جابها وعلى ميزان طعام الهبة خلاها من مال الحرام الرشوة جابها وعلى ميزان طعام الهبة خلاها ومن طاقة فر الهبة صارت لمصيبة ومن طاقة فر الهبة ضيف صارت لمصيبة الكيلة انحط بريبة الكيلة انحط بريبة قل الشاقة قل الشاقة قل الشاقة يا